السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جناح الصومال بإذن الله تبارك وتعالى. سندخل قليلا خالد الصومال أصابيري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا جناح الصومال. نريد أن نتعرف يعني معلومات عامة حول يعني الدولة الصومال، وهي معروفة من زمان. أها، الصومال هي تسمى جمهورية الصومال الفدرالية. ما شاء الله. وهذا هو الرئيس الحالي، اسمه حسن شيخ محمود. ما شاء الله. الرئيس الحالي هذا هو. وكذلك نسبة المسلمين في الصومال 100%. ما شاء الله. والديانة هي المذهب شافعي، ونسبة عدد السكان 20 مليون. هذا الشعار كان 2021، الآن زاد مليون. هذه الأشياء اللي يستعملون الصوماليين القدماء، وما زالت تستعمل بعض الأشياء. أولا نبدأ بهذا، حفظ القرآن في الصومال. لازم الطفل يبدأ حفظ القرآن بهذا اللوح، يبدأ حفظ القرآن من البداية ويختم القرآن بهذا اللوح. يكتب كل صباح ويكتب بهذا اللوح ويسمى، وبعدها يوم ثاني يكتب من جديد. وهذا يستعمل، يصدر الصوت، يستعمل للإبل الراعي لما يختفي منه الإبل في الغابات، لكي يحصل بطريقة سهلة. هذا ينزل الصوت ويحصل بطريقة بسيطة. وهذا مشط، الصوماليين القدماء كان شعرهم كثير، هذا مشط اللي يستعملونه الصوماليين، مصنوع يدوي كله خشب ومصنوع يدوي كله. ما شاء الله. وهذا من طين، وهو مبخرة، مبخرة يستعملون كأنها مبخرة. وكذلك هذه ملعقة، وهذا يأخذون الماء، الرعاء لما يذهبون إلى الخارج يأخذون الماء في هذا الوعاء، يحافظ على البرودة، وهو من خشب وما يسرب ماء. ما شاء الله. وهذا يحفظون فيه أشياء، الأشياء المهمة، مثلا أشياء مهمة، القلادة، الفلوس، القلادة والذهب، يدخلون في هذا المكان. وهذا للتصفية، يستعملونها لتصفية الأشياء. إيش تتوقعون هذا؟ أنا أتوقع هذا يعني واجهة للمدينة هكذا. لا، هذا يستعمل لوسادة أو مخدة. يحطون على الرأس ينامون بهذه الطريقة. ما شاء الله. ولكن هذه طبية أم عادية؟ طبية. حتى الآن في الطيران، اللي يركب الطيران يلبس اللي في عنق. قريب منها. والله أنا ظننت أنها واجهة للمدينة. وهذه عملة الصومال، وما زالت تستعمل حتى الآن، وتسمى شيلين صومالي. شيلين صومالي الآن يستعملونه، ونستعمل كذلك عملة الدولار الأمريكي. وهنا يحفظون فيها الحليب. الصومال هي أول دولة في إعداد الإبل، وبعض الروايات يقولون اسم الصومال أتى من صومال، يعني باللغة الصومالية هذا الصومال، وباللغة العربية احلب الإبل. بكثرة الإبل اللي موجود في الصومال 7 مليون راس. يحفظون الإبل في الصومال، يحلب في الصباح وفي الليل، في الظهر في العصر يذهبون إلى الخارج لكي يأكلوا، يذهب مع الراعي. اللي عنده أطفال يحفظ الحليب في هذا المكان، يحافظ الحليب بدون ثلاجة، وهو من خشب وما يخرب الماء يومين. وهو مصنوع يدوي كلها، وهي من خشب. أهلا وسهلا في جناح الصومال. هذه الأشياء اللي نستعمل حتى الآن، وهي من أشهر القبائل. عندكم كم؟ والله قبائل كثيرة، ولكن أشهرها يعني، والله ما أعرف أنا كمان أشهر القبائل، لكن ما تابع القبائل. طيب، والسؤال الأخير، الصومال مستعملة من فرنسا أو من ثلاثة دول، من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، كلها قسموا لهم الثلاثة، وكانوا يريدون ان يقسموا دوله دوله دوله. نعم، كل دوله تاخذ جزء. ايوه، تأخذ جزء. بس انقطعت واحد دوله، وهي الان يسمونها جيبوتي. دي جيبوتي، وهي استعمرت فرنسا. الايطالي والبريطاني ما استطاعوا ان ياخذوا. ايوه، ما استطاعوا ان يفصلوا الصوماليين من البقيه. طيب، شكرا. بارك الله فيكم. شكرا على الزياره. شكرا على الزياره.